تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير، حياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. مثل ما عودناكم في البرنامج، برامج فقراتنا بتكون متنوعة، طبية وصحية تهمكم وتفيدكم، ويصيرنا استقبال استفساراتكم ومداخلاتكم على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. قبل ما أذكر برقم التواصل، أرحب فريق عمل وياي اليوم في الإعداد نور نزال، في التنسيق ميرة المري، وفي الإخراج والقواسمة. صبحكم الله بالخير جميعا، محدثتكم الدكتورة عاش البسطي. مستمعينا ذكركم برقم التواصل 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. مثل ما عودناكم فقراتنا بتكون متنوعة، نبتديها اليوم فقرتنا التوعوية، وبنتكلم اليوم عن عش حياة أفضل بخطوات بسيطة. ويانا أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة شيماء قائد. صبحت الله بالخير أستاذة شيماء. ألو ألو، صبحت الله بالخير. صبحت الله بالنور والسرور. هلا دكتور عائشة. أهلا أستاذة شيماء. طبعا اليوم موضوعنا عش حياة أفضل بخطوات بسيطة. أيوة نعم. نبدأ موضوعنا اليوم هو يعيش حياة أفضل خطوات بسيطة. بما أننا نحن حين نودع عامنا 2019 ونستعد لنستقبل عامنا الجديد 2020 ولنستقبله بخطة بسيطة عشان نعيش حياة أفضل وصحية بخطوات بسيطة. هي فقط 7 خطوات ممكن اتبعها عشان تخلينا نعيش حياة أفضل، وتخلينا هالحياه وتخلينا ايضا نتجنب الامراض المزمنه ونشعر بقوه وبصحه جيده ان شاء الله على السنه الجديده. الخطوه الاولى اللي هي السيطره على ضغط الدم. كيف نسيطر على ضغط دمنا؟ المهم اهم شيء ان يكون القياس لضغط الدم بين فتره وفتره عشان نعرف ونتعرف على الرقم اللي نحن موجودين عليه من حيث ضغط الدم، لأن مرض ضغط الدم يعتبر من الأمراض القاتلة الصامتة. فنحن لما نسوي فحص دوري لضغط دمنا راح نعرف نحن في أي مرحلة، هل هي نحن في مرحلة الخضراء اللي هي مرحلة سلام، أم مرحلة الصفراء، أم مرحلة الحمراء. فلما نكون بالصفراء لازم نحاول نحافظ على صحتنا ونراجع نفسنا ونراجع الطبيب ونتبع تعاليمه عشان نرجع للخط الأخضر، وكذلك إذا كنا بالأحمر نتبع العلاج عشان نرجع للخط الأخضر. هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية هي التحكم بكوليسترول الدم، لأن ارتفاعها يؤدي إلى أمراض القلب والسكتة الدماغية. لذلك لازم يكون فحص دوري للكوليسترول واتباع تعاليم الأطباء بخصوص الفحص الدوري للكوليسترول. الخطوة الثالثة هو خفض سكر الدم للمستوى الطبيعي، لأن ارتفاع السكر بالدم يزيد من الإصابة بمرض السكري وبأمراض القلب أيضا. فلازم نتعرف على مستوى السكر بالدم، ولازم نتبع نصايح التعليمات الأطباء إذا كان المرتفع في البوردر لاين أو في مرحلة الارتفاع اللي يكون بسيط عن المستوى الطبيعي. الخطوة الرابعة هي إنقاص وزنك. إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، فالأفضل أنك تسعى وتحافظ على أنك تنزل من الزيادة اللي عندك، لأن السمنة هي اللي تزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، هي اللي تزيد من الإصابة بارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول أو ارتفاع سكر بالدم. صحيح. وكيف ممكن نحقق هذه الخطوات؟ باتباع الخطوة الجاية اللي هي الخطوة الخامسة، اللي هي نتناول غذاء أفضل، وذلك بالتنوع في تناول الأطعمة، ونركز على الألياف اللي هي الخضار، الفاكهة، حبوب الكاملة القشرة، البقول، المكسرات،
وأيضا نقلل من تناول السكريات والأطعمة العالية بالصوديوم، ونختار الدهون الصحية ونتناولها باعتدال. والخطوة الثالثة أيضا بتساعدنا في أن نحن ننزل وزننا اللي هي كن نشيطا، وذلك بممارسة الرياضة وزيادة النشاط البدني بأنك أنت تزيد من خطواتك اليومية، تحسب خطواتك اليومية وتزيد من خطواتك اليومية. أما الخطوة الأخيرة وهي السابعة ونقول لا للتدخين، ممكن ترك هذه العادة أيضا، وراح تساعدنا في أنظمة تساعدنا في أنها نترك هذه العادة التدخين، ومنها أيضا موجودة كعيادة التدخين عندنا بهيئة الصحة. مع هذه الخطوات السبع البسيطة راح نتعرف كيف نعتني بصحتنا ونبني مستقبل أكثر صحة وعافية في الأيام القادمة إن شاء الله، ونتمنى للجميع صحة وسعادة. وصراحة أستاذ شيماء يعني ركزتي على نقاط جدا مهمة، يعني ابتديتي بالأشياء المهمة اللي هي من ناحية الأشياء المرضية اللي الشخص يقدر يعني يتفاداها، وكذلك شو الطرق الواحد يكتشفها أول بأول، وكذلك ركزتي كذلك على تناول غذاء أفضل، وركزتي على الأشياء اللي الشخص يركز عليها في تقضيته أكثر. في نقطة كذلك طريقة ذكرتيها اللي هي الدهون الصحية. أيوة. حابين تشرحين أكثر عن الدهون الصحية، يعني الحين تخبرين أي حد دهون صحية ودهون، فالأشخاص تستغرب مرات أو التساؤلات، يعني الدهون في منها صحية ولا كلها ضارة؟ نعم، في بالعكس، في هناك دهون صحية. الدهون الصحية الدهون نوعين، في منها الضارة اللي تكون دهون مشبعة اللي هي تكون في العادة دهون حيوانية مثل الزبدة والسمن، منتجات الحليب كامل الدسم، هذه تكون يعني فيها ضرر بس ضررها مش خطير كثير، فيها يعني كوليسترول شوي عالي، وناخذها بنسبة تقريبا نسبة تكون بسيطة جدا في نظامنا الغذائي نتناولها. في الدهون الضارة جدا اللي هي يسمونها الزيوت المهدرجة، اللي هي تكون دهون مصنعة، تكون في الغالب في الأطعمة المصنعة، في الأطعمة المقلية، اللي عبارة عن زيوت نباتية تكون معرضة لدرجة حرارة عالية جدا فتتهدرج وتكون مضرة جدا بالجسم، فهذه نستحب أن نحن نبتعد عنها تماما، ناخذها نادر جدا جدا، حتى لو نمتنع عنها يكون أفضل. النيل الدهون الصحية، الدهون الصحية اللي هي دهون غير مشبعة، تكون في الزيوت النباتية مثل زيت الزيتون، في المكسرات، زيت الذرة، زيت عباد الشمس، تكون زيت جوز الهند مثلا ممكن، هذه الدهون، أو مثلا تكون الكاكاو لأن فيه دهون صحية، السمك في أوميجا 3 فهذه تعتبر من الزيوت الصحية، فهذه كلها زيوت صحية نتناولها، أيضا نتناولها باعتدال، بحيث إذا الإنسان كان يعاني من سمنة أو زيادة وزن الأفضل يتناول هذه الدهون أو هذه الدهون الصحية تكون بكمية معتدلة عشان ما تأثر على وزنه. هي صحية، صحية القلب خصوصا زي الزيتون، المكسرات، الأفوكادو، الكاكاو، صحية للقلب، لكن تناولها بزيادة يؤدي إلى زيادة الوزن. نعم جدا، وهي النقطة جدا مهمة، يعني صحيح هي دهون صحية بس كذلك يحتاج أن نركز كذلك على الكمية اللي ناخذها منها وناخذها باعتدال. نعم. أستاذة شيماء، كلمة أخيرة توجهينها المستمعين خلال البرنامج؟ كلمة أخيرة أوجهها للمستمعين، أتمنى لهم عام سعيد إن شاء الله، السنة الجديدة تكون سنة خير وصحة للجميع، يودعون عامهم اللي هم فيه حين 2019 بكل حب وبكل سعادة، عشان يستقبلون عامهم الجديد بكل حب بكل سعادة وبصحة أفضل، باتباع خطوات بسيطة جدا عشان يكونون بصحة أفضل إن شاء الله. إن شاء الله، ونتمنى للجميع كل عام وأنتم بخير سعادة، وكل عام وأنت بخير. أستاذة شيماء قائد اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. شكرا لكم مستمعينا، كانت هذه فقرتنا التوعوية، واتطرقت الأستاذ شيماء السبع خطوات أساسية، وانتهت بخطوة اللي هي من ناحية تقليل من التدخين أو الواحد يوقف التدخين، وكذلك في طرق كثيرة لمساعدة الأشخاص على هالشيء، وذكرت منها كذلك عندنا العيادات اللي موجودة في هيئة الصحة بدبي، عندنا في مركز البرش الصحي وكذلك في مركز الطوار الصحي، يعطي الواحد على الأقل تشجيع ويعطي
يعطي أن استمرارية في أن يوقف ويستمر في التوقيف عن التدخين لما له من أضرار كثيرة سواء على الصحة إذا كان الشخص أو كذلك على مو بس الشخص كذلك على الأشخاص المرافقين أو اللي موجودين مع الشخص نفسه. مستمعينا طالعين فاصل إن شاء الله وراجعي لكم خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 6005514414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. في فقرتنا الحين بنتكلم عن برنامج صندوق المكافآت في هيئة الصحة بدبي. طبعا يعني له دور كبير هذا البرنامج وتكونوا يانا عبر الهاتف السيدة آمنة السويدي مدير إدارة الموارد البشرية بهيئة الصحة بدبي وبنتكلم أكثر عن هذا الموضوع. صبحت الله بالخير أستاذ آمنة. صباح الخير والنور. يا مرحبا. هلا هلا دكتورة. صبحت الله بالنور والسرور. الحمد لله. الحمد لله. أستاذ آمنة طبعا الحديث بيكون عن برنامج صندوق المكافآت فحابين نتعرف أكثر عن هذا البرنامج. صحيح. إحنا يمكن هاي الدورة الثانية لصندوق المكافآت. مثل ما تعرفين دكتورتنا إحنا عندنا سياسة للتكريم والتحفيز ابتديناها يمكن من 4 سنوات بس كل سنة نحدث عليها. طبعا الهدف منها تحقيق سعادة الموظفين وتشجيعهم على التميز والإبداع ودائما الهيئة وقيادة الهيئة حريصة على تقدير الجهود والإنجازات المتميزة للموظفين. فطلعنا السنة اللي فاتت يمكن بإمكانية الفكرة جديدة بالنسبة لصندوق المكافآت. الهدف من الصندوق هذا أنه يكون برنامج مصغر نوعا ما في إطار صلاحيات الوحدات التنظيمية بالهيئة من ناحية مدراء تنفيذيين أو مدراء الإدارات. في فئات رئيسية في الصندوق اللي هي صندوق المتميزين التميز الفردي. نعم. وعندنا صندوق التحصيل العلمي، عندنا الولاء المؤسسي، وعندنا ساعات السعادة، وعندنا شهادات التميز. احنا اليوم صراحة في حفل ثاني لتكريم الموظفين ضمن صندوق الولاء المؤسسي. احنا يمكن نكرم بشكل سنوي تحت رعاية سمو الشيخ حمد بن راشد رئيس الهيئة الموظفين ضمن الولاء المؤسسي لكملوا 30 سنة فما فوق. بعد يعني سمعنا من بعض الموظفين ان احنا والله يعني مكملين سنوات طويلة عندكم في الهيئة فما شفنا هذا التقدير. حسينا ان رغبة الموظفين وبعد احنا من ناحيتنا كقيادة في الهيئة بعد نبغى نشجع الموظفين وندعمهم. صحيح. ويعني نقدر جهودهم وولائهم المؤسسي للبقاء والاستمرار في الخدمة في الهيئة. نعم. فعندنا صندوق الولاء المؤسسي عبارة عن تكريم الموظفين المستمرين على رأس عملهم في الهيئة 10 سنوات فما فوق. عندنا 10 سنوات و15 سنة اللي أكملوا لهم شهادات تكريم، وعدنا اللي كملوا 20 سنة و25 سنة مكافآت مالية بالإضافة لشهادات التكريم. السنة اللي فاتت ما شاء الله كرمنا حوالي 4100 موظف تقريبا. ما شاء الله لأن كانت أول مرة فالتكريم كان الأعداد كبيرة. هاي السنة نزل العدد لين 929 بس بعد لازال عدد كبير ما شاء الله. فيارسين الحين تقريبا تونا بننزل على موقع الحفل يارسين كريا ضيوفنا إن شاء الله يوصلون إن شاء الله إن شاء الله. طبعا شيء جميل يعني خاصة للموظفين اللي كملوا 35 سنة أو 30 سنة وفوق، يعني هذا يزيد من ولائهم حتى للمكان وهذا تكريم جميل يعني لأشخاص عطوا في هذا المكان وفترات طويلة يعني حتى أطفالهم نموا أو هم يعني سنوات عمرهم تقريبا كانت في هذا المكان. والجميل كذلك أستاذ آمنة يعني ضفتوا أشخاص ثانيين كذلك من 10 سنوات، هذا بيزيد ولاء الأشخاص وسعادتهم في مؤسستهم اللي هم قاعدين يشتغلون كذلك فيها. صحيح. احنا يمكن وايد من المبادرات عندنا بس يعني نبغى نرفع فيها سعادة الموظفين وتقدير جهودهم. للأمانة يعني معالي المدير العام حميد القطامي مع بعد مديرنا مدير قطاع الدعم المؤسسي المشترك الأستاذ أحمد النعيمي حريصين شديد الحرص على تكريم وتحفيز الموظفين والإشادة بجهودهم وتميزهم في العمل.
ممتاز، وهذا يعطيهم يعني دافع كثير على الاستمرارية والإنتاجية كذلك في هذا يعني في هذا الجو من التقدير كذلك. أستاذ آمنة، حابين نتحدث أكثر من هي الفئة اللي بيتم تكريمهم إن شاء الله خلال الحفل؟ احنا والله شامل جميع الفئات استاذتي، اللي هم في الكادر الطبي والطب المساند والتمريض والاداري كذلك، فهذا يعني ما نميز فيه ما بين فئه والثانيه، اللي هي كل الفئات شاملتنها، بس التمييز فيها سنوات الخدمه، يعني ما زاد عن 10 سنوات و15 سنه 20 سنه و25 سنه تتفاوت فيها اللي هي شهادات التكريم، او اذا بالإضافة لشهادة التكريم مكافأة مالية تكون. ممتاز ممتاز، يعني كفاية تكريم الشخص أن استمر لهذه السنوات يعني في هذه المؤسسة نفسها. أستاذ آمنة، طبعا خلال حديثنا تكلمنا عن بعض من الأشياء اللي لها أهمية كذلك أو هي مهمة بخصوص هذه المبادرة أو أهمية هذه المبادرة، فحابينك تعرفينا أكثر عن أهمية هذه المبادرة. احنا مثل ما قلت لك يمكن عندنا حفل سنوي، بس هذاك يعني بمعايير اللي هو بكم نفتخر، نعم. معاييره والاشتراطات اللي فيه شوي يعني عاليه، لانها يعني احنا ناخذ تقريبا نوعا ما النخبه في الموظفين، فالموظفين يستصعبون صراحه التقديم على البرنامج لانه يحسون ان المعايير وايد مشدده، فبعد ما حبينا ان يعني يفقدون المجتهدين نوعا ما، في بعد بعض الموظفين مجتهدين بس يمكن يعني ما عندهم الوقت او الطريقة المناسبة لتقديم الطلبات، فقلنا هذه بتكون على مستوى يعني نعطيهم مثل ما قلنا مرونة في الاختيارات والتقدم والترشح لهاي الفئات. نعم. صندوق المتميزين هي يعني فئة للتكريم الموظفين بشكل فردي، وايد فيها فئات صراحة، بعد فيها مبالغ مالية، يمكن احنا ابتدينا البرنامج يعني من نص السنة، فهم بيتم تكريمهم الحين ان شاء الله عن الربع الثالث والربع الرابع. هذه بصلاحيات مدير إدارة، يعني مدير الإدارة يشوف الموظفين المتميزين في هاي الفئات يرشحهم على معايير معينة، يحط لنا تسبيب يعني بسيط للهاي وتقدير لجهوده، ويتم صرف المكافآت المالية مع شهادات التقدير لهم. يمكن هاي المبادرة رفعت شوي من معنويات الموظفين بحكم أن يعني زدنا من الطرق والأساليب للإشادة بالتقدير، تقدير الجهود الموظفين وتكريمهم وتحفيزهم. احنا يمكن يعني مثل ما قلت لك التكريم السنوي على فئات معينة وما بالكل يقدر يقدم، صحيح. فيحسون انهم الباجين احنا ليش والله ما حد قدرنا، ما حد اشاد بجهودنا، اعطيناهم يعني معايير ابسط واعطيناهم الوسائل واعطيناهم السياسة والطرق والشرح لها، فالحين التقديم بشكل ابسط اكثر والمستفيدين بشكل كبير ما شاء الله، ونتائج الحمد لله عن السنة اللي فاتت يعني شفنا الموظفين وايد مستانسين اخيرا في تقدير، يعني اوكي كان يمكن يكون تقدير بس مش بشكل رسمي، يعني مثلا مشكور وما قصرت غير عن شهاده التكريم مثلا، ممكن صحيح. يكون مبلغ مالي او يكون بعد يعني الواحد بغض النظر دكتوره عن يعني مبلغ ممكن يكون رمزي مبلغ، صحيح. بس يعني هو الاشاده بالجهود وان انا اقدرك انت تكون موظف متميز من ضمن البقيه، يعني شيء يرفع معنويات الواحد ويعطيه يزيد في عطائه للهيئه وفي العمل، وتحسين يعني من خاطرة يطلع، صحيح. يعني هذا هاي أكيد. الأشياء تزيد من ولائهم المؤسسي، تزيد من إنتاجيتهم، تزيد من روح الإيجابية اللي في الموظف، يعني كفاية أن يعني انذكر وسوالي يعني حتى لو حفل بسيط أو شيء بسيط يعني تكريم لجهوده حتى لو 10 سنين، بالعكس يعني يعطي دافع أكثر أن يعطي لمؤسسته، ويعطي دافع أكثر أن يعني يعطيها أكثر وأكثر ويبدع كذلك في عطائها. صحيح صحيح. احنا بالإضافة للمكرمين ضمن الولاء المؤسسي بعد دكتورة، عندنا فئة الحمد لله خدموا الهيئة سنوات طويلة وما قصروا، يعني الهيئة تشيد بخدمتهم وبتفانيهم في العمل، وتمت إحالتهم مثلا للتقاعد بسبب بلوغ عمر 60 فما فوق، فهاي الفئة بعد اليوم خصصنا لهم جزئية خاصة بتكريمهم، أن يعني أنتوا خدمتوا الهيئة وما قصرتوا ويا
المرضى مع الموظفين مع زملائكم في العمل مع الإدارات مع إنتاجيتكم هاي الفترة كلها، فإحنا نقول لكم مشكورين وما قصرتوا على خدمتكم في الهيئة. نشكركم صراحة لهذا البرنامج اللي هو برنامج صندوق المكافآت، يعني كفاية يعطي روح السعادة للموظفين، يعطيهم روح الحماس، وكذلك يعني أن يستمر في عطاء أكثر وأكثر. أستاذ آمنة، كلمة أخيرة توجهينها للمستمعين خلال البرنامج. والله احنا يعني بس حابين ان شاء الله يكون جميع المدعوين اليوم يكونون موجودين عندنا للتكريم، ونقول لهم احنا موظفين هيئة الصحة نعتبرهم كعائلة واحدة ونشيد بتفانيهم وولائهم للعمل بالهيئة، ونشكرهم بالنيابة عن قيادة الهيئة وقيادة القطاع وجميع الموظفين العاملين بإدارة الموارد البشرية على كل الجهود اللي يبذلونها في سبيل خدمة المرضى والمتعاملين بهيئة الصحة في دبي. نشكركم أستاذة آمنة سويدي، ونتمنى لكم كل التوفيق. شكرا دكتورة. شكرا أستاذة آمنة سويدي، مدير إدارة الموارد البشرية بهيئة الصحة بدبي. شكرا لك. مستمعينا، كانت هذه فقرتنا بخصوص الحديث عن برنامج صندوق المكافآت. نرجع لفقرتنا المميزة اللي تعودنا عليها، اللي هي فقرة السوشيال ميديا، ويانا أختنا أسماء الجناحي بتحدثنا عما يدور في السوشيال ميديا خلال 60 ثانية القادمة. صبحت الله بالخير أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور دكتور، عليكم وعلى كل مستمعين إذاعة نور دبي. صباحك نور وسرور، ننتظر فقرتك. فقرتنا مثل ما عودناكم هالأسبوع نذكر بموضوعين أول الصبح. أولهم طبيب لكل مواطن، ونتمنى يا جماعة من الكل أن يشوف، حطينا نحن خطوات تفصيلية عن كيف التسجيل في تطبيق هيئة الصحة، كيف تحميل التطبيق، وكيف الاستفادة من خدمة طبيب لكل مواطن. فنتمنى هم يشوفون آخر بوست نزلناه، نعم، ويعرفون تفاصيل كيف يستخدمون الخدمة. الخدمة راح تسهل عليهم وايد أشياء، خصوصا إنهم ما يحتاجون إنه يطلعون من البيت ويروحون، عشان مثلاً ساعات كثيرة تبين إحنا نوسوس نشوف شيء في دينا ونوسوس نعرف هذا مال المستشفى ومال المستشفى، ولما نسير يطلع موضوع ما يستاهل لمن نصد. يعني هذا شيء وايد راح تساعد، يعني ولا إن أنت تتم وسوس ولا تسوي سيرش في جوجل، يعني وايد أشياء. مشكلة يوم تسوي سيرش في جوجل وصلت الحلقة الأخيرة. صحيح، هذه هي وصل للحلقة الأخيرة. أنا بما أن أنت دكتور تعرفين أن أنا تجاربي مع جوجل. صحيح، أول نصيحة نصادج إياها خلي جوجل بحاله. فعلا يعني دائما الناس يقول مثلا نحن عندنا اشياء توعويه نطلع فيها لايف ونحطها وهذا، فدائما يقولون انه موجود في جوجل. يا جماعه يعني هاي تجربه شخصيه، انا دخلت سويت سيرت على نتائج فحوصات في تطبيق هيئه الصحه، طلعت لما شفت طلع لي سرطان، يعني زي ما هم علي، بس طلع الموضوع كله ما لا علاقه بالسرطان ولا هم يحزنون. فدائما لا تلجؤون لجوجل، لكن يعني وهالخدمه راح توفر عليكم كل شيء، يعني بس تتصلون، خدمه مجانيه ما تحتاج الا انه يكون عندك تطبيق هيئة الصحة، تدفع رقم المجاني، يعني كله ما راح يكلف شيء. صحيح، يتصلون وياخذون الاستشارة من الطبيب المعني. البوست هو في الانستغرام صح؟ يعني الفقرة التوعوية وتويتر، نعم، والانستغرام وتويتر ويوتيوب. ممتاز، يجيبون آخر بوست حطيناهم في كل هالأماكن راح يعرفون خطوات. يعني في معظم الأشياء، حتى الناس اللي ما تستخدم الانستغرام أو ما تفضل أو ما عندها تقدر تدخل اليوتيوب، حتى في الفيسبوك حدود الفيسبوك. ممتاز، سنواتنا. فاللي مطلوب منهم بس انهم يعني يشوفون الخطوات، اذا مثل حسوا انه او اذا بعد ما عرفوا من الخطوات اللي موجوده في الفيديو، ان يتصلون على 800-342 والفريق راح يساعدهم في هذا الموضوع. ممتاز. ايضا الموضوع الثاني نحن نحب نذكر فيه موضوع المسح الطبي لصحه العيون. اذا وصلتكم مكالمه من مركز دبي للاحصاء، يا جماعه تعالوا شوفوا الفحوصات، لأن أنتوا جزء من تغيير الخدمات وتغيير استراتيجية صحة العيون على مستوى دبي. فيعني تعاونكم جدا مهم، مو بس لكم، لكل شخص في الإمارة سواء كان مقيم أو كان مواطن. أيضا من ضمن الأشياء اللي كانت موجودة في قنوات التواصل الاجتماعي، خبر صراحة كان في تفاعل وايد كبير مع الناس، اللي هو صحة دبي تعتمد أحدث أنظمة تتبع وتعقب الأدوية.
وهذا نحن تقريبا أول مؤسسة على مستوى الدولة يكون عندنا نظام يتعقب بالدواء من أول ما ينصنع في الشركة المصنعة داخل ولا خارج الإمارات لين ما يوصل للمريض. والموضوع راح يساعد في موضوع التأمين الصحي والموافقات، خلاص كله بيكون موثق وفي تتابع، ويكون أيضا 100% واحد يكون خلاص يعني النظام يعزز من قدرات مكافحة الأدوية اللي تكون ممكن مغشوشة أو مقلدة اللي فيه احتمالية توصل بطريقة غير مشروعة. هاي من ضمن الأشياء اللي الناس فعلا حبوها، أن النظام راح يعني يزيد من حماية الأدوية اللي تقدمها هيئة الصحة للجمهور. وبعد شوي نحن راح ننشر إن شاء الله ونغطي الفعالية اللي تكلمت عنها السادة آمنة، نعم اللي هو برنامج صندوق المكافآت. هي وبعد شوي راح يكرمون الأشخاص اللي كانوا معانا 25 سنة و10 سنوات 15 سنة أصحاب الخدمات لفترة طويلة، ونحن فعلا نفتخر أنهم يعني ما زالوا موجودين معنا في هيئة الصحة، وراح نغطي الحدث كامل بعد شوي إن شاء الله. صحيح، نتمنى لكم التوفيق. ونختم هذا الرسالة الصباحية اللي تقول: لا نعترف بوجود المستحيل في دولة الإمارات، إن أردت تحقق ما تتمناه فعليك أن تؤمن بعدم وجودها. ودمتم بصحة وسعادة. ودمتي بصحة وسعادة أسماء الجناحي، شكرا لك. مستمعينا كانت هذه فقرتنا بخصوص فقرة السوشيال ميديا. جتنا رسالة: سام عليكم، موضوعي بخصوص أختي عندها مرض الذئبة والحمرة وتعاني من مستشفى دبي ولطيفة من ناحية العلاج، أرجو التواصل. أستاذة ميرة، بعد الفاصل إن شاء الله بنتواصل وياك. مستمعينا طالعين فاصل إن شاء الله وراجعين لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم بأرقام التواصل 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. في فقرتنا الحين بنتكلم عن الخدمات المتوفرة في تطبيق الهيئة، صحة الهيئة بدبي اللي هو DHA App. طبعا معظمنا الحين أو تقريبا كنا اعتمدنا على هواتفنا الذكية وعلى الابليكيشن بخصوص استخدام أو في تخليص معاملات كثيرة وفي تخليص أشياء كثيرة، ويكون كذلك يعني متوفر هالابليكيشن طول اليوم، يعني الواحد يقدر يستخدمه في أي وقت وأي مكان حتى يكون موجود فيه، بس يحتاج الوسط الانترنت عشان يستخدم هذا الابليكيشنز. بيكون ويانا اليوم الأستاذ وليد الظهوري، رئيس قسم التطبيقات الذكية بهيئة الصحة بدبي، وبيحدثنا أكثر عن هذا التطبيق. صباحك الله بالخير أستاذ وليد. صباح الله بالنور والسرور دكتورة، كيف حالك؟ الحمد لله، صباحك الله بالنور والسرور أستاذ وليد. طبعا أحينا معظمنا اعتمادنا كثير استوى على الابليكيشنز أو التطبيقات المتوفرة والتطبيقات الذكية، وسهلت أشياء كثيرة في حياتنا، وأهم شيء في حياتنا طبعا صحتنا، فحابين نتكلم أكثر عن الـ DHA App. طبعا الـ DHA App أطلقناه في 2018 من صاحب السمو الشيخ حمدان في معرض جايتكس. نعم. من خلال التطبيق هذا طبعا شفنا احتياجات الجمهور، وبعمل احنا توجه الحكومة من ناحية توحيد الخدمات وجعل إمكانية الوصول للخدمات أسهل وأبسط، فطلعنا بفكرة التطبيق هذا نفسه وبدينا التطبيق هذا على مراحل. والتطبيق هذا متوفر على الأندرويد والأب ستور باللغتين العربية والإنجليزية، وفي مجموعة من الخدمات طبيب لكل مواطن، براعم، ملف الطبي، التحقق من حالة طلب الفحص اللياقة الطبية، التبرع بالدم، التواصل مباشر مع الهيئة وأخبار الهيئة بعد ومواقع منشآت الهيئة، والبحث عن طبيب في ومنشآت صحية في دبي بشكل عام حكومية ولا خاص. ممتاز.
بالنسبة لي طبعا هذه التطبيقات لها دور كبير ومهم طبعا، ومن دقائق بسيطة كنا نتكلم مع زميلتنا أسماء الجناحي بخصوص طبيب لكل مواطن، وكذلك الحين في طرق معينة للوصول لها الخدمة، وهي ذكرتها خلال فقرتها اللي هي فقرة السوشيال ميديا. أستاذ وليد، طبعا التطبيق هو تطبيق واحد ويتفرع، وفي التطبيق تطبيقات كثيرة أو خدمات كثيرة كذلك، فحابين نتكلم عن نبذة عن كيفية استخدام الخدمة المتوفرة كذلك لمبادرة طبيب لك المواطن في هذا الابليكيشن. طبعا خدمة ببساطة مثل ما قلنا، الشخص يشير للأب ستور ولا الأندرويد ستور، نعم، يحمل تطبيق الهيئة، نعم، من DHA زين، هيئة الصحة بدبي. بعد ما يحمل التطبيق يفتح التطبيق، نعم، بيشوف مجموعة من الخدمات قدامه، نعم، بيختار خدمة طبيب لكل مواطن، بيطلب من التسجيل والتعريف على ملف الطبي. بعد ذلك عقب ما يمشي بالخطوات هذه كلها يقدر يتواصل مع الهيئة طريق مركز الاتصال ويحجز موعد مع طبيب، ومن خلال التطبيق يقدر يشوف الموعد نفسه ويدخل في الموعد المحدد مع الطبيب على المحادثة نفسها اللي هي بتكون فيديو. ممتاز. وكذلك اليوم في فقرة في إنستغرام الهيئة، في التواصل الاجتماعي للهيئة سواء اليوتيوب، الإنستغرام، الفيسبوك، يعني نشكركم هذه المبادرة صراحة، لأن بتسهل على ناس كثيرة طريقة دخولهم. يعني في ناس تفضل أنها تشوف كيف الشخص يدخل لهذا الموقع أكثر من أنها تسمع الوصف فقط، فيعني هذا بيسهل الناس كثيرة يعني. وطرقتوا المعظم الأشياء اللي تختص بالتواصل الاجتماعي من اليوتيوب، من الفيسبوك، من التويتر، وكذلك الانستغرام. طبعا هي حريصة أن توصل لكل شرائح المجتمع، نعم، طبعا من خنوات الفريق عندنا نحن ما شاء الله ما قصر، تواصل على الطريق حطها في انستغرام، حطها في تويتر، في القنوات عشان توصل لأكبر شريحة، كيف الخطوات بشكل واضح وسلس على تطبيق الهيئة. نعم، وخدمة طبيب لكل مواطن يعني واحدة من أهم المبادرات كذلك، يعني أو الخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي، وبتسهل على ناس كثيرة التواصل في أي مكان وزمان كذلك مع الطاقم الطبي. أستاذ وليد، حابين نتعرف أكثر بعد عن أبرز الخدمات الأخرى المتوفرة في التطبيق. طبعا الخدمات الأخرى خدمات المرضى، نعم، خدمات المرضى مقصود فيها طبعا المواعيد القادمة والسابقة وإلغاء المواعيد من خلال التطبيق. خدمات المرضى عندنا نحن نتائج تحليل المختبر، الشخص يقدر يشوف نتائج تحليل المختبر بالنسبة الطبيعية، هل هو بين النسبة الطبيعية والأعلى ولا أقل. ممتاز. بعد الأدوية اللي هو قاعد يأخذها زين، بالإضافة لذلك ممكن تضيف أفراد الأسرة. ممتاز. إذا عنده كبير سن، إذا عنده طفل وعنده جدول مواعيد ولا مراجعات ولا الأدوية اللي هو قاعد يأخذها يحب يطلع عليها، كذلك يقدر يضيف فرد العائلة. إذا كان فرد عنده رقم موبايل الفرد هذا نفسه، نعم، ولا الشخص هذا مسجل على موبايله، بعد برد إنه كذا المعلومة واحدة، تحديث البيانات، نفضل على المراجعين يحدثون بياناتهم، لأن رقم الموبايل لازم يكون صحيح أساس إنه تفعل ملفك الطبي على التطبيق. وهاي نقطة جدا مهمة، يعني تحديث البيانات بخصوص التواصل مع الشخص، لأن الأب اللي بينزل الشخص أو يعني البرنامج أو التطبيق بيكون على نفس التليفون اللي يستخدمه أو تليفون ثاني، بس على الأقل يجدد أو يحدث بياناته، لأن المسجات أو الرسائل بتوصلها لتثبيت البرنامج على الرقم اللي موجود في سيستمه الخاص بالهيئة الصحة بدبي. فنرجو يعني ما بيقدر، ما بيكون عنده صلاحية الدخول على الملف ولا لإفراد إذا ما إذا رقم الموبايل مش صحيح. صحيح، وهذه نقطة جدا مهمة لسلامة سرية المريض نفسه كذلك، يعني أساس الواحد يطمن أن هذا الملف صح تابع للمريض نفسه، هو اللي محدث البرنامج فيه. أستاذ وليد، بالنسبة للبرنامج أو التطبيق نفسه، هو تطبيق واحد وتندرج تحته أكثر من تطبيق، فحابين نتعرف شو أهمية أن يكون تطبيق واحد، يعني مب أن أكثر من تطبيق تكون متواجدة فيه.
طبعا بناء توجيه هذه القيادة يكون الشخص هذا اللي يحتاج خدمة واحدة من الجهة هذه بيكون أسهل وأبسط. نعم. بعد في توجيهات القيادة العليا للموضوع هذا شددوا على الموضوع هذا إنه لازم يكون لكل جهة خدمات موحدة. وبعد في أطلقوا تطبيق دبي الآن، من خلال التطبيق هذا أغلبية خدمات جهات الحكومة في دبي موجودة فيه بعد. زين، فتوجيه هذه القيادة إنه يكون عندنا نحن خدمات موحدة من خلال تطبيق واحد. فهل اللي قاعد شغال عليه الهيئة، لأن شو هو هذا يبسط على المستخدم، يعني كل مرة بيدخل في الستور أبل ستور ولا أندرويد ستور بيحتاج أي خدمة بيكتب اسم الخدمة بيحمل التطبيق، الحين إذا ما احتاج الخدمة هذه يرد يحمل تطبيق ثاني. طبعا هذا عبء كبير على الشخص هذا نفسه، وطبعا كل تطبيق بيحتاج جهد كبير. التوجيهات أن نبسط الخدمات على المستخدمين من خلال تطبيق واحد، أساس أن يكون الدخول سهل وسلس على المستخدمين نفسهم، وما يكون المستخدم ضايع في عدد التطبيقات نفسه، أي تطبيق لأي خدمة. صحيح. نافذة واحدة لجميع الخدمات، من خلال بعد الخدمات هذه ممكن التواصل مباشر مع الهيئة، في محادثة مباشرة مع الهيئة بعد، وهذا هي بشكل مبسط يعني. والخدمة بالإضافة للخدمات اللي ذكرتها أنا، عندنا خدمة براعم. نعم. لفحص التطور النمائي، الشخص هذا ولي الأمر الطفل، كل 3 شهور مفروض يعبي استبيان من خلاله يجاوب على ملاحظاته بشكل عام على الطفل هذا نفسه، والاستبيان بيعطيه يعني تقرير، وبعد ممكن هالتقرير عند الطبيب نفسه، يقدر يزور الطبيب ويعطي الطبيب ملاحظاته بشكل عام. نعم. زين، وبالإضافة لذلك التبرع بالدم، التسجيل كمتبرع، في حالة الطوارئ لو احتاج الهيئة لفصيلة دم معينة تواصل مع الأشخاص الفصيلة هذه. صحيح. زين، وبعد عندنا نحن الاستمارة الذكية في التبرع بالدم، الشخص هذا يقدر يعبي حين استمارة ذكية من خلال الهاتف المحمول. نعم. وأول ما يوصل المركز نفسه بس يعرض عليهم الـ QR code ويسووا الاسكان، والبيانات كلها اللي عباها تطلع في النظام عندنا في التبرع بالدم بشكل بسيط وسلس، إذا كان الطرق التقليدية ورقية أو يطلب الشخص يزور المركز نفسه. نعم. بعد عندنا نحن مواد تعليمية وتثقيفية بالنسبة للتبرع بالدم ومراكز التبرع بالدم. ممتاز. بالإضافة لذلك نتيجة الفحص الطبي، إذا شخص عنده فحص طبي تحاليل معينة أو فحوصات. أيوة. يانس جهزت ولا؟ نعم. أيوة. أستاذ وليد، يانس سؤال ملاحظة، هي نتائج التحاليل ما تطلع في التطبيق، لازم مراجعة مركز صحي لأخذ رقم معين للتفعيل، وهذا مو بسهل. الإجراء كامل تغير. نعم صحيح، الإجراء كامل تغير من خلال التطبيق هذا نفسه. الحين الشخص هذا يقدر يحمل التطبيق، زين، وفي خدمات المرضى هو بيسجل أول شيء، وبعدين بيعرف عمره كملف الطبي. نعم. بتوصل رسالة، يكون الشخص هذا مش محدث بياناته ولا شيء، بس إنه في تقريبا سنة الحين غيرنا الإجراء هذا كامل وبسطناه بشكل مبسط، ما له داعي يزور العيادة ولا داعي يأخذ صوت رمز، خلاص الحين هو بيوصل الرمز على هاتف المحمول الرقم اللي سجل في الملف، من خلال يقدر يفعل عن طريق التطبيق نفسه. ممتاز. ولا داعي طلب الزيارة ولا يأخذ الكود، ونتائج تحليل المختبر بتطلع. ونتأكد مرة ثانية أن تطبيق صحتي إذا هو يستخدمه بعد ألغي، والتطبيق اللي موجود اللي يوفر المعلومات هذه كلها هو تطبيق DHA applications أو apps. وهذا جدا مهم سالفة التحديث، يعني حتى لو ياخذ يعني معظم المراكز الصحية متوزع الحمد لله في معظم مناطق دبي، يعني بياخذ دقائق بس الواحد يصير بس يجدد أو يحدث بياناته. هذا للسرية، يعني هذا لأهمية الموضوع، يعني مو بأن صعوبته. ونفس ما حدثنا أستاذ وليد أن البرنامج كامل تغير، بالعكس يعني تنزل applications بس التفعيل أن معلوماتك تكون محدثة ويقدر يدخل. نعم. بالإضافة لذلك ممكن الشخص يدور على الطبيب مرخص من الأطباء، جميع الأطباء المرخصين في دبي. ممتاز. مثل ما قلنا جميع المنشآت الصحية بعد من بمواقعها، يعني الشخص هذا إذا حاب يتحقق من الطبيب هذا. نعم. دخل اسم الطبيب بيعطي ملف الطبيب كامل. ممتاز. وبعد مع المنشآت الصحية اللي هو يشتغل فيها. ممتاز. يعني التطبيقات كثيرة في تطبيق واحد لهيئة الصحة في دبي، وصراحة يعني جمع أشياء كثيرة من خلال تطبيق واحد، وسهلته على الناس كثير يعني أن استخدام هذا التطبيق اللي هو تطبيق واحد بس خلاله تطبيقات كثيرة وخدمات كثيرة يقدر الواحد يستخدمها. نعم دكتورة. نعم. أستاذ وليد، كلمة أخيرة توجهها للمستمعين خلال البرنامج.
والله طبعا مثل ما قلنا تطبيق نحن تطبيق نحن موجود على الابل ستور والاندرويد ستور، ممكن تحميله من الجهتين. والتطبيق متوفر باللغه العربيه والانجليزيه. طبعا التطبيق هذا تطور على اساس انه للمستخدمين يبسط الخطوات بشكل سهل وسلس. اذا في اي حد عنده ملاحظات من خلال التطبيق يقدر يشاركنا هذه الملاحظات. طبعا هي بتاخذها بعين الاعتبار، ونحن شاكرين الجمهور ملاحظاتهم خلال السنوات اللي فاتت. بالعكس هاي تساعدنا نحن نطور في الخدمات والتطبيقات نفسها. وهذا هو باختصار عني انا، ومشكور دكتور على الاستضافه، وحاب اشكر الجمهور والمستمعين. شكرا لك استاذ وليد، ونتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق ان شاء الله، وللامام ان شاء الله يوم بعد يوم. شكرا استاذ. شوف ان شاء الله الاستاذ وليد الظهوري رئيس قسم التطبيقات الذكيه بهيئه الصحه بدبي، شكرا لك. طبعا هذا كان موضوعنا بخصوص الحديث عن الخدمات المتوفرة في تطبيق الهيئة اللي هو DHA Apps، وطبعا هو تطبيق واحد بس يحتوي على تطبيقات أو خدمات كثيرة يقدر الواحد يستفيد منها. في مداخلة أو ملاحظة، السلام عليكم، أنا ما أوافق أن الشخص مو بلازم يدخل أو يحصل على المعلومات سواء من جوجل أو أي مكان آخر، لأن من المؤكد ومن الأحسن التعامل مع مريض فاهم ومثقف، بس في بعض الدكاترة ما يحبون المريض اللي يناقشهم ويحاول يفهم مرضه أحسن ويتعامل مع المرض بطريقة أفضل. بخصوص المواقع يعني اللي ناخذ منها المعلومات، ما بالقصد أن كل المواقع معلوماتها غلط أو تدلنا على أشياء غلط، لا، القصد أني أختار يعني ما أدخل على الموقع نفسه، واختيارنا للكلمة أن نحن هذا واحد من الأشياء اللي ندور فيها، فيطلع لنا فرضا دورنا عن مرض أو دورنا عن نتيجة تحليل يطلع لنا مواقع كثيرة. هذه المواقع أنا ما متأكدة بداية إذا مواقع مضمونة، مواقع طبية صحيحة، أو مواقع من مضمونة كذلك يعني. فإذا كان المكان موثوق فيه وموقع طبي صحيح ويدار بطريقة صحيحة، بالعكس يعني الواحد يفضل ياخذ بعد كذلك ويثقف منه، بس ما يدخل على مواقع هو بعد كذلك ما متأكد منها. جميل المريض أو الأشخاص، ما بشخص المريض يعني، الجميع يكون عنده ثقافة طبية معينة، بالعكس نحن نشجع على هذا الشيء، بس الثقافة الطبية تحتاج كذلك أني أعرف المكان اللي أخذ منه المعلومة، ما أخذها من أي مكان أو أي مسج توصلني فيها أشياء كثيرة. وايد تجيني تساؤلات هالشيء خطر وهذا الدواء خطر وكيف تعطون مرض، أقول لهم أنه خبركم بهالشيء، مع أن هذا الدواء يمكن أنا أوصفه يوميا وأحس فايدته كبيرة، لا ياني على الواتساب ياني على الانستغرام، صحيح بس نتأكد من وين جت المعلومة كذلك، وهذا جزء أساسي. ثاني شيء من حق المريض، سواء الدكتور يحب الكلام الكثير ولا ما يحب، من حق المريض أن يتكلم ويتناقش مع الطبيب، وهذا حق من حقوق المريض على طبيبه، لأن يعني جزء كبير معاملتنا مع المرضى وكذلك مع نتناقش وياهم نكون جزء حتى يعني منهم أو نعرف تصوراتهم، هذا له دور كبير. أنا كطبيبة صراحة أعتبره له دور كبير حتى في تشافي المرضى واستجابتهم للدواء نفسه، إذا تناقشت مع المريض إذا تكلمت وياه وخذ راحته في الكلام وياي، يعني حتى لو طول مرات، بس هذا جزء من حقوق المرضى. هذه مستمعينا كانت المداخلة، ونشكر صاحب الرسالة أن يعني في بخصوص هذا النقاش، لأن هذا الشيء صحيح ناس كثيرة تعتمد عليه في ثقافة الطبيب، أو أن بالعكس يعني جميل الواحد يثقف بس يختار الأماكن اللي يأخذ منها المعلومة. مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، أشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد نور نزال، في التنسيق ميرة المري، وفي الإخراج وائل القواسمة، ومحدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. نلقاكم إن شاء الله باكر على نفس التوقيت الساعة 10 الصبح، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.